السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة مدارس الوطن العربي الثانوية وطلاب التوجيهي لعام 2002 في المملكة، حياكم الرحمن جميعا. سنتحدث في حصتنا هذه عن قصيدة رسالة من باب العمود للشاعر حيدر محمود. بسم الله نبدأ معا. بداية يجب على الطالب حفظ 8 أبيات من هذه القصيدة ولا يشترط الترتيب. التعريف بالشاعر، من هو قائل القصيدة؟ قائل القصيدة هو الشاعر حيدر محمود. ما هي أبرز سمات شعره؟ أو عدد أو اذكر أبرز خصائص شعره. أولا، عرف بقصائده الوطنية وبحسه العذب. ثانيا وثالثا، أسلوبه الرشيق. اذكر أبرز أعمال الشاعر حيدر محمود. عمل في الإعلام، ثم مديرا لدائرة الثقافة والفنون، وسفيرا للمملكة في تونس، ووزيرا للثقافة. عدد أبرز دواوين الشاعر: شجر الدفلة على النهر يغني، ومن أقوال الشاهد الأخير، وعباءات الفرح الأخضر. اذكر اسم الديوان الذي أخذت منه هذه القصيدة، أخذت من ديوان عباءات الفرح الأخضر. مناسبة القصيدة، ما هي مناسبة هذه القصيدة؟ ألقاها الشاعر حيدر محمود أمام الملك الحسين بن طلال في احتفال للقوات المسلحة الجيش العربي في ذكرى الإسراء والمعراج عام 1970. أبرز الأفكار الواردة بهذه القصيدة يا شباب: أولا، مكانة القدس في وجدان الهاشميين الذين أعطوها وأعطوا المقدسات الدينية عناية واهتماما كبيرين. إذن الفكرة الأولى هي مكانة القدس في وجدان بني هاشم. ثانيا، ظهرت مشاعر الفخر والاعتزاز بسبب العلاقة التي تربط الهاشميين بالقدس. المشاعر الظاهرة في هذه القصيدة هي مشاعر الفخر والاعتزاز. بماذا؟ بالعلاقة التي تربط الهاشميين بالقدس. احتفى الشاعر بتصوير هذه العلاقة، العلاقة التي تربط الهاشميين بالقدس. كيف احتفى الشاعر بتصوير هذه العلاقة؟ أولا، بما تمثله من رمز ديني عميق. ثانيا، هي بوابة المحبة والسلام. ثالثا، ضحى الشهداء من أجلها. ورابعا، قدم الجيش العربي تضحياته على أسوارها. ننتقل إلى شرح الأبيات. نبدأ بالبيت الأول: يا حبيب القدس نادتك القباب والمحاريب فقد طال الغياب. المقصود بحبيب القدس يا شباب هو الملك الحسين بن طلال. القباب جمع مفردها قبة، وهي بناء مستدير مقوس، القبة الموجودة في أعلى المسجد. المحاريب مفردها محراب، وهو مقام الإمام في المسجد. شرح البيت يا شباب، لاحظ من بداية البيت تخاطب الشاعر جلالة الملك الحسين قائلا أن القباب ومحاريب القدس تنادي على الملك الحسين مستغيثة به. إذن في البيت الأول يخاطب الشاعر الملك الحسين قائلا: يا حبيب القدس قد نادتك القدس بقبابها ومحاريبها مستغيثة بك. لاحظ أن الكاف يا شباب بتعود على الملك الحسين بن طلال. دلالة كل من القباب والمحاريب، في دلالة، لاحظ أن كلمة القباب والمحاريب هناك دلالة للكلمة القباب والمحاريب، وهي دلالة دينية. بدك تركز فيها يا مس، أن الدلالة، دلالة الكلمات دلالة دينية، بما تمثله من رمز ديني فقد أولاها الهاشميون العناية والاهتمام. الصورة الفنية نادتك القباب والمحاريب، لاحظ أنه شبه كل من القباب والمحاريب بالفتاة أو المحبوبة التي تنادي على الملك الحسين. العاطفة شباب، بما أنه أنا بذكر كلمة القباب والمحاريب، دلت إذن على العاطفة الدينية، عاطفة دينية لأني ذكرت القباب والمحاريب. لاحظ في سؤال من الكتاب: بث الشاعر الحياة في المكان. كيف يعني يا شباب بث الشاعر الحياة في المكان؟ بمعنى أنه جعل المكان اللي هي القدس كإنسان، شخصها بإنسان، بث فيها الحياة. إذا بث الشاعر الحياة في المكان، فظهرت القدس كأنها إنسانة صامدة تستغيث بمحبيها. السؤال: ما دلالة بعث الشاعر الحياة في القدس؟ دلالة على تأكيد استمرار صمودها. لما شخصنا القدس وكأنها إنسان، دلالة على استمرار صمود القدس. ثانيا، ثباتها على أرضها. أين تكمن قوة صمودها؟ قوة صمود وثبات القدس تكمن في أهلها وإيمان أهلها بقضيتهم. إنها قرة عينيك وفي زندك الوشم وللكف الخضاب. قرة عينيك دلالة على مبعث السرور والراحة والاطمئنان. زند الجزء الذي يصل بين طرف الذراع والكف.
الوشم، غرز الإبرة في الجسم للرسم على الجلد وجمع وشوم، الكف، الراحة مع الأصابع، والخضاب ما يخضب ويتلون به مثل الحنة. يقول الشاعر مخاطبا جلالة الملك الحسين أن القدس مبعث السرور والاطمئنان والراحة في نفس وقلب الحسين. لاحظ أنها قرة عيني، إذن القدس هي مبعث السرور والراحة والاطمئنان في نفس وقلب الملك الحسين بن طلال. والقدس قد ارتسمت على زند الملك الحسين كالوشم، إذن القدس وشما على زند الملك الحسين، وقد تخضب لونها في كفيه، أي لون القدس كالحنة على كفي الملك الحسين. لاحظ شباب لما استخدم كلمة الوشم والخضاب، الوشم يا مس يثبت على الجلد، والخضاب الحناء تثبت على الكف. ثبات الحناء والوشم نفس ثبات العلاقة بين الملك الحسين والقدس، فكما يثبت الوشم والحناء العلاقة ثابتة بين جلالة الملك الحسين والقدس. ما دلالة قرة عينيك؟ مبعث السرور والرضا والاطمئنان والراحة. للكف، الخضاب والوشم حكينا ثبات العلاقة بين القدس وجلالة الملك. الصورة الفنية بالوشم والخضاب، صور الشاعر القدس وشما وخضابا على كفي أو يد الملك الحسين. عبر الشاعر عن مكانة القدس الرفيعة عند الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، ومكانة الحسين عند أهلها، بيّن ذلك. طبعا شباب السؤال عبارة عن شرح البيت، لكن قبل شرح البيت بدك تحكي لي، تحفظ لي الجملة. أولا، حظيت القدس بمكانة رفيعة عند الحسين. اثنين، تعهدها بالرعاية والاهتمام منذ توليه سلطاته الدستورية. بنحفظ الإجابة هاي، بعدها بنشرح البيت. شرح البيت طبعا، فهي قرة عينيه، وهي الوشم في زنده، في زند الملك الحسين، وهي كالخضاب الذي يلون يديه، وأهلها يبادلونه هذا الحب وهم باقون على العهد. طبعا هاي الإجابة آخر سطر موجودة عندي في البيت التالي. إذا الإجابة اللي بتهمني شباب إنك تكتب إنه حظيت القدس بمكانة رفيعة عند الحسين، تعهدها بالرعاية والعناية، بعدها بنشرح البيت، إنها كالوشم وكالخضاب في كف على يد الحسين بن طلال. أهلها يبادلونه الحب والاحترام من البيت التالي. والأحباء على العهد الذي قطعوه والهوى بعد شبابه. الأحباء أهل القدس، العهد الوعد، والهوى الحب والعشق. شرح البيت طبعا شباب بحكينا أنه أهل القدس، الأحباء أهل القدس الذين يحبون جلالة الملك الحسين، باقون على العهد، لا يزالون على عهدهم مع الحسين بن طلال في الدفاع عن القدس، وهواهم لا زال فتيا شابا في عنفوان شبابه. إذا الأحباء الذين يحبون جلالة الملك الحسين باقون على العهد، العهد المقصود بالعهد الدفاع عن القدس، وهذا الحب لا يزال قويا شابا فتيا في عنفوان الشباب. الهاء شباب في قطعوه تعود على العهد. من هم الأحباء؟ سؤال الكتاب. من هم الأحباء؟ الأحباء هم أهل القدس. ما العهد الذي قطعوه؟ الوفاء والانتماء لبني هاشم من أجل الدفاع عن القدس ورفض الخضوع للعدو الغاضب. طبعا شباب الأسئلة هاي حفظ، بما أنها من الكتاب المدرسي إذا حفظ حرفي. الصورة الفنية، الهوى بعد شبابه، صور حب أهل القدس بالشباب القوي. رسمك الغالي على أهدابهم راية، واسمك سيف وكتاب. رسمك المقصود فيها صورة الملك الحسين على أهدابهم، جمع مفردها هد وهو الشعر على جفن العين أي الرموش. راية اللي هي العلم. واسمك سيف وكتاب دلالات. الكاف في رسمك واسمك بتعود على الملك الحسين بن طلال، وأهدابهم الهم بتعود على الأحباء أو أهل القدس. شباب الشاعر شو بيحكي في البيت؟ بيحكي لنا انه رسمك صورتك الغالية على اهدابهم راية، صورتك الغالية وكأنها علم على اهداب اهل القدس. اذا صور صورة الملك حسين وكأنها علم، وين موجود العلم؟ على اهداب وجفون اهل القدس. لاحظ شباب دلالة على ماذا؟ دلالة على منزلة العظيمة للملك الحسين عند اهل القدس. لما تحكي انه صورة الملك حسين موجودة على رموش اهل القدس، دلالة على المنزلة العظيمة للملك الحسين عند اهل القدس.
واسمك سيف وكتابه. لاحظ انه اسم الملك حسين في له يحمل دلالتين، الدلالة الأولى سيف، اسمه دلالة على القوة، سيف دلالة على القوة، يتعلمون منه القوة ويدافعون به، وكتاب دلالة على الحكمة والحنكة. اسم الملك حسين كتاب بيتعلموا منه الحكمة والحنكة. إذن الشرح شو بيحكي لنا؟ صورتك الغالية كأنها راية مرفوعة فوق أشفانهم، دلالة على علو منزلة الملك الحسين عند أبناء القدس. اسمه لاحظ إن دلالة على القوة من كلمة سيف، وحكمة وحنكة دلالة من كلمة كتاب بتعلموا منه أبناء القدس أو أهل القدس. الدلالات طبعا شباب مهمة جدا. اسمك سيف وكتاب، سيف دلالة على القوة وكتاب دلالة على الحكمة والحنكة. رسمك الغالي على أهدابهم، لاحظ انه حكينا انه رسمك الغالي صورتك الموجودة في جفونهم دلالة على المنزلة العظيمة للملك الحسين عند أبناء القدس أو أهل القدس. الصورة الفنية طبعا شباب، رسمك الغالي على أهدابهم راية، لاحظ انه راية معناها علم، اذا صور صورة الملك حسين بالعلم وين موجودة؟ على أهداب أهل القدس. وهم الأهل فيا فارسهم أسرج المهرة يطاوع كالركاب. لاحظ شباب فيا فارسهم، لو طلبت منك شو نوع المنادى، نوع المنادى في البيت والبيت الأول كذلك يا حبيب القدسي، نوع المنادى منادى مضاف، بما أنه الأول يا حبيب القدسي، حبيب منادى مضاف إلى القدس، ويا فارسهم فارس مضاف إلى الضمير هم، في الحالتين شو بنعربه؟ منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. المقصود بأهل هم الأهل، المقصود فيهم أهل القدس. الفارس المقصود فيه الملك الحسين بن طلال. أسرج معناها وضع السرج، السرج المكان اللي بيجلس عليه أو الرحل الذي يوضع على الحصان، مكان ما بيجلس الفارس. يطاوعك بمعنى يسير خلفك. الركاب المقصود فيها يا شباب حلقة من حديد، المكان اللي بيحط فيه اللي هي حلقة حديد يضع الفارس قدمه في هذه الحلقة. شرح البيت، لاحظ انه الشاعر صور الملك الحسين بالفارس. متى استعد وأسرج خيله، الخيل بمعنى انه وضع السرج على الخيل استعدادا للدفاع وتخليص القدس من الاحتلال. سيطاوعه اهل القدس، لاحظ انه اهل القدس شو راح يعملوا؟ راح يطوعوا اهل القدس، الاحباء راح يصيروا خلف الملك حسين مؤيدين له في تحرير الاقصى او القدس. اذا الشاعر شبه الملك الحسين بالفارس، متى وضع السرج على المهر استعد للانطلاق لتحرير الأقصى أو تخليص القدس من الاحتلال، سيجد سيطاوعه أهل القدس والأحباء ويسيرون من خلفه. ماشي شباب، إذا لاحظ أنه في تأييد تام لأهل القدس أو للأحباء للملك الحسين. متى استعد لتخليص القدس من الاحتلال سيجد الأحباء يسيرون من خلفه. الهاء طبعا يا شباب فارسهم بتعود على أهل القدس، والكاف تعودنا إنها خلص إنه يطاوعك للملك الحسين بن طلال. دلالات بدنا نهتم فيها، الفارس المقصود فيه دلالة على الملك الحسين بن طلال. الأهل هم أهل القدس، طبعا سؤال من الكتاب يا مس، الأهل هم أهل القدس. دلالة أسرج المهر دلالة على الفروسية، لاحظ إنه لما نحكي إنه مين اللي بيسرج المهر بيجهز الفرس، دلالة على إنه الفارس أو القائد، إذا دلالة على الفروسية والقيادة. يطاوعك الركاب دلالة على تأييد أهل القدس لجلالة الملك الحسين. يطاوعك بمعنى يصير خلفك، إذا تأييد أهل القدس أو الأحباء لجلالة الملك الحسين. العاطفة شباب البارزة في هذا البيت عاطفة وطنية، لاحظ عاطفة وطنية، لما يصير أهل القدس وراء الملك حسين والملك حسين عنده عاطفة وطنية وأهل القدس عندهم عاطفة وطنية للقدس، إذا العاطفة هي عاطفة وطنية. الصورة طبعا هي صورة وحقيقية انه صور الملك حسين بالفارس. البيت اللي بعده، ويسر خلفك بحر هائج يفتدي الاقصى وامواج غضاب. هائج معناه مضطرب، الاقصى الجذر اللغوي لها قصوة، الاقصى قصوة. شرح البيت شباب طبعا تابع للبيت الذي سبق او البيت السابق، لاحظ انه صور اهل القدس
هون بده يصور اهل القدس. البيت هون حكى لنا الملك حسين استعاد وضع السرج للدفاع عن القدس، صورة الأهل الأحباء كيف راح يكونوا؟ ويسر خلفك بحر هائج. لاحظ إنه صور أهل القدس الأحباء وكأنهم بحر هائج، صورهم بحر، دلالة على كثرة هؤلاء الأحباء، دلالة على الكثرة، كثرة هؤلاء الأحباء اللي بدهم يفتدوا الأقصى. إذا صور أهل القدس وكأنهم بحر هائج يسير وين؟ خلف الملك الحسين بن طلال. لماذا؟ يفتدي الأقصى لفداء الأقصى، طلبا لفداء الأقصى أو تحرير الأقصى. كما شبههم وكأنهم أمواج غاضبة شديدة التلاطم، لاحظ أنها أمواج شديدة تتلاطم غاضبة من عدوها. إذا نرجع لشرح البيت شو بيحكي لنا؟ إذا يسر خلفك، يسير خلف الملك الحسين جيش عظيم وهم الأحباء أو أهل القدس. الصورة الأولى للأحباء وكأنهم بحر هائج، دلالة على الكثرة. يفتدي الأقصى، طبعا لماذا هائج؟ لأنه يريد أن يفتدي الأقصى، تخليص الأقصى من العدو. وأمواج غضاب صور هؤلاء الأحباء كذلك بالأمواج المتلاطمة الغاضبة، دلالة على غضبهم من العدو. نرجع طبعا البيت شرحه عبارة عن صور فنية، الصورة الفنية الأولى شبههم كأنهم بحر هائج، والصورة الثانية صور أهل القدس وكأنهم أمواج غاضبة من الاحتلال أو شديدة التلاطم وغاضبة من الاحتلال. دلالة بحر هائج جمع كبير ثائر، ركز معي. إذا هائج دلالة على أنهم جمع كبير، عدد لا يحصى. الصورة الفنية الأولى طبعا صور أهل القدس بالبحر الهائج، وصور أهل القدس بالأمواج الشديدة تتلاطم غاضبة على العدو أو من عدوها. شباب لازم ترجع تحفظ الأبيات، يعني أنا بشرح لك فيها بدك ترجع أنت تقرأها كمان مرة وتفهم الشرح كمان مرة وتحاول تحفظ بعض العبارات. كم من الساحات من أنفاسهم وردة فاحت وكم جاد سحاب. كم، لاحظ لما شرحنا كم شباب حكينا لما يجي بعديها حرف جر دائما شو بتكون هاي؟ خبرية تفيد التكثير. كم الخبرية التي تفيد التكثير. فاحت الساحات من أنفاسهم، أنفاس جمع مفردها نفس، وساحات جمع مفردها ساحة. وردة فاحت، فاحت شباب المقصود فيها انتشرت رائحتها، الفاحت فاحت رائحة الورد أو العطر بمعنى أنه انتشرت الرائحة. وكم جاد سحاب، جاد سحاب دلالة على نزلت الأمطار الغزيرة، دلالة على الكرم، جاد سحابه نزلت منه الأمطار الغزيرة. شرح البيت، لاحظ انه في البيت بدنا نحكي بعد ما راحوا يفتدوا الاقصى وبعد فداء الاقصى بدنا نتحدث عن الشهداء، الشهداء الذين افتدوا الاقصى. لاحظ انه شو بيحكي لنا؟ يتحدث الشاعر عن تضحيات الشهداء في سبيل فلسطين. اذا نتحدث في البيت يتحدث عن الشهداء. صور الشهداء، لاحظ شو صورهم. الصورة الاولى وكأنهم ورود فاحت وانتشرت رائحتهم، صورهم بالورود التي فاح أريجها وانتشر. كما صور دماءهم وكأنها غيوم ماطرة تسقي الأرض. إذا في عنا صورتين بالبيت، البيت بيتحدث عن الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم وفي ساحات الأقصى. شبه هؤلاء الشهداء بالورود التي فاح أريجها وانتشر، كما شبه دماءهم. لما احكي لك وكم جاد اصحابه دلالة على الدماء، صور دماءهم وكأنها غيوم غزيرة الأمطار، شبه الدماء غيمة وكأنها غزيرة الأمطار، دلالة على شدة الدماء التي تسقي الأرض. طبعا الهاء أنفاسهم دلالة على مين؟ الأحباء أو أهل القدس. طبعا في هذا البيت يشير أن القدس هي أرض البطولة والشهادة. في عندي سؤال بدك تعرف أنه البيت رقم 7 و8، هدول الأبيات بتدل على أنها القدس هي أرض البطولة والشهادة. ممكن أطلب منك يا مس أحكي لك أشر إلى البيت الدال على أن القدس أرض البطولة والشهادة، بما أنه أنا بحكي عن الشهادة، بما أنه أنا بحكي عن وردة فاحت، بحكي عن جاد سحاب، بحكي عن الشهيد، إذا دلالة على أن القدس أرض بطولة وشهادة. دلالة وردة فاحت دلالة على مين بنحكي؟ بنحكي عن الشهيد. الصورة الفنية وردة فاحت صور الشهداء وكأنهم ورودا فاحت رائحتها وأريجها، وجاد السحاب صور دماءهم
وكأنها غيوم ماطرة تسقي الأرض. باب العلا كم من يد حرة دقت وكم شع شهابه. العلا الرفعة والشرف مفردها العليا. كم الخبرية تفيد التكثير. شع بمعنى أرسل الضوء. شهاب بمعنى النجم المضيء. يقول الشاعر كم من شهيد بذل نفسه وضحى بنفسه في سبيل تحقيق كرامة القدس فكان كالنجم المضيء اللامع في السماء. كم من يد شهيد طرقت باب العلا باب المجد والرفعة والشهادة في سبيل الحصول على كرامة القدس فأصبح شهابا مضيئا لامعا في السماء بعد نيل الشهادة. لاحظ أن البيت يتوافق مع قول أحمد شوقي والحرية الحمراء باب. نربط بين بيت أحمد شوقي وحيدر محمود من خلال باب. في البيت إشارة إلى أن القدس أرض البطولة والتضحية. والصورة الفنية في باب العلا حكينا أنه شبه العلا بالباب وأيدي الشهداء تدق على هذا الباب. شع شهابه صور الشهداء نجوما مضيئة في السماء وهم الأبطال والأقصى لهم وبهم تزهو الروابي والشعاب. تزهو بمعنى تفتخر. الروابي جمع مفردها رابية وهي مرتفعة عن الأرض أو من الأرض. والشعاب مفردها الشعب وهي انفراج بين جبلين أو وهو انفراج بين جبلين. شرح البيت يا شباب بيحكي لنا أن القدس بروابيها وشعابها تفتخر بهؤلاء الأبطال. القدس بروابيها وشعابها تفتخر بالأبطال الذين يدافعون عنها. البيت فيه إشارة إلى أن القدس أرض البطولة والشهادة. إذا صار عندنا البيت السابع والثامن والتاسع إشارة إلى أن القدس أرض البطولة والشهادة. وضح ذلك أو كيف عبر الشاعر عن ذلك من خلال شرح الأبيات. من خلال تضحيات الشهداء في سبيل فلسطين. هؤلاء الشهداء هم الأبطال. الأقصى رمزهم الديني والقدس بروابيها وشعابها تفتخر بهؤلاء الأبطال. الصورة الفنية طبعا شباب صور الروابي والشعاب أناسا يفتخرون بأبنائهم أو بالشهداء. العاطفة بما أنه بنحكي عن الشهداء إذا العاطفة وطنية. ننتقل إلى الجيش العربي. والجباه السمر أعراس فدا وعليها من سنة المجد إهاب. الجباه مقصود فيها جمع جبهة وهي ما بين الحاجبين إلى الناصية. السمر جمع سمراء. فدا جمع فدية. وعليها من سنة سنة الضوء الساطع. وإهاب معناها الجلد. المجد الرفعة والشرف. يقول الشاعر مشيدا بالمواقف البطولية التي قدمها الجيش العربي على أرض القدس وصور هذه التضحيات بالأعراس كأنها أعراس فداء زينت جباه هؤلاء الشهداء شهداء الجيش العربي. إذن الشاعر في هذا البيت يشيد بالمواقف البطولية للجيش العربي. الجباه السمر دلالة على الجيش العربي والتضحيات التي قدمها الجيش العربي على أرض فلسطين وشبه هذه التضحيات وكأنها أعراس فداء أبطالها هم هؤلاء الشهداء فأصبحت جباه هؤلاء الشهداء مضاءة بنور المجد والشرف. لاحظ أن البيت يشير إلى تضحيات الجيش العربي. السؤال ممكن يكون أشر إلى البيت الدال على الجيش العربي أو تضحيات الجيش العربي على أرض القدس أو من أجل القدس. البيت الذي يتحدث عن جباه السمر يتحدث عن تضحيات الجيش العربي على أرض فلسطين. جباه السمر هم الجيش العربي. الصورة الفنية والجباه السمر أعراس فدا صور تضحيات الجيش العربي بأعراس أبطالها هم الشهداء. وعليها من سنة المجد إهاب حكينا صور المجد بنور يضيء جباه هؤلاء الشهداء. إن يكن باب البطولات دما فالجباه السمر للجنة باب. البطولات جمع بطولة. حكينا الجباه جمع جبهة. السمر جمع سمراء. والجنة جذرها جننة. يقول الشاعر أن هؤلاء أبطال الجيش العربي يعرفون أن الطريق إلى البطولة لا يتحقق إلا بذرف دماء هؤلاء الأبطال
فجباههم السمراء المضاءة بنور المجد والشرف والشهادة هي طريقهم إلى الجنة. إذن يقول الشاعر أن الطريق إلى البطولة، لاحظ أن يكون باب البطولات دمان، الطريق إلى هذه البطولة هو بذرف الدماء. والجباه السمر والجيش العربي، أبطال الجيش العربي، يعرفون أن هذا الطريق هو لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن تحرير الأقصى إلا بذرف الدماء، ويقدمون جباههم السمراء المنارة بالرفعة والشرف والشهادة سبيلا لتحقيق هذا النصر وهذه البطولة. لاحظ البيت يشير إلى تضحيات الجيش العربي من أجل القدس، الجباه السمر دلالة على الجيش العربي. سبب تكرار الجباه السمر في البيت العاشر والحادي عشر تأكيدا لدور الجيش العربي وتضحياته على أرض فلسطين، تأكيد لدور الجيش العربي وتضحياته على أرض فلسطين. شباب دائما لما نحكي عن الجباه السمر، الجباه السمر العاطفة الموجودة في الأبيات عاطفة قومية، الجباه السمر دائما العاطفة قومية في البيت الوارد في الجباه السمر. الصورة الفنية، باب البطولات دما، صور الدم بابا، لاحظ صور الدم بابا يؤدي إلى اكتساب البطولة. الجباه السمر للجنة باب، لاحظ أنه صور جباه الشهداء وتضحياتهم كذلك بابا للجنة. يا حبيب القدسي ما للقدس من منقذ إلاك فساح يا بابو، لاحظ ضبط كلمة يا بابو، الياء بفتح الياء. حبيب القدس المقصود فيه الملك الحسين بن طلال، لاك الكاف بتعود على الملك الحسين بن طلال، يا باب الأرض الخالية، والساح جمع مفردها ساحة وهي الأرض الواسعة. الشاعر بيستنجد من جديد في الملك الحسين بن طلال ويقول له أن ساحات القدس، ساحات القدس خالية تنتظر من يدافع أو ينقذها، من يدافع عنها وينقذها. إذا حبيب القدس الشاعر يستنجد بالملك الحسين بن طلال، يحكي له أنه القدس ما إلها من منقذ إلا أنت، فساحات القدس فارغة خالية تنتظر من يقوم بالدفاع عنها. سؤال من الكتاب يامس، يستخدم الشاعر كلمة منقذ، طبعا استخدم كلمة منقذ وفي أبيات أخرى استخدم كلمة ناديت وأسمعت، لها نفس الدلالة. شو دلالة هاي الكلمات؟ بدك تحفظها. واحد، مكانة القدس منقذ دلالتها على أنه واحد مكانة القدس عند الملك حسين. اثنين، سعيه الدائم إلى الدفاع عنها. ثلاث، حرصه على توحيد العرب من أجل القدس. إذا هاي الكلمة لها ثلاث دلالات، كذلك كلمة ناديت وأسمعت بنتطرق لها في الأبيات القادمة، أو سنذكرها في الأبيات القادمة. دلالة تكرار قول الشاعر يا حبيب القدس، لاحظ أنه ورد معي بالبيت الأول والبيت الثاني عشر، دلالة على تأكيد علاقة المحبة اللي بتربط الملك بالقدس، تأكيد علاقة المحبة بين الملك حسين والقدس. العاطفة الموجودة عندي في البيت طبعا عاطفة وطنية، بما أنه بنحكي عن علاقة، دائما علاقة الملك حسين بالقدس هي عاطفة وطنية، لكن في البيت الأول لما ذكرنا يا حبيب القدس لأنه كان موجود عندي كلمة قباب والمحاريب، لذلك كانت عاطفة دينية. الملايين التي ملء المدى ما لها في نظر الغازي حسابه، المدى مقصود فيها المسافة، حساب اهتمام، ما في اهتمام، الغازي العدو والجمع غزاة، ملء جذرها ملأة. لاحظ يا مس بحكي لنا الشاعر، البيت بتأسف في الشاعر على حال الأمة العربية. لاحظ الشاعر في هذا البيت يتأسف على حال الأمة العربية، فعلى الرغم من عددها الكبير إلا أن هذا العدد لا يخيف العدو، طبعا دلالة على فرق أنه العرب ما في وحدة بتجمعهم، لذلك العدو لا يخاف العرب. اللي بهمني يا مس تعرفوا في البيت أنه الشاعر يتأسف على حال الأمة العربية على الرغم من عددها الكبير إلا أنها لا تخيف العدو، لا تخيف الغازي. العاطفة طبعا عاطفة قومية لأنه بنحكي عن العرب بشكل عام، بما أنه بنحكي عن العرب بشكل عام إذن العاطفة قومية. لاحظ أنه في البيت تظهر غياب الوحدة العربية، وهي السبب الرئيس لعدم خوف العدو من العرب أو من الأعداد الكبيرة للعرب، غياب الوحدة العربية. غير أن القدس في محنتها وحدها صابرة والأهل غابوا، ركز كمان عندي على وحدها
الدال مفتوحة شباب. غير أن القدس في محنتها، المحنة المقصود فيها البلاء والشدة وجمع محنة محن. الشاعر في هذا البيت يقول: على الرغم من غياب، حتى لو غاب العرب والملايين غابوا عن العرب، إلا أن القدس تبقى صابرة صامدة أمام الأعداء. القدس، غير أن القدس في محنتها، في هذه المحنة، المحنة التي وقعت فيها القدس، ستبقى صابرة وصامدة حتى لو غاب الأهل عن القدس. لاحظ أن الضمير، طبعا في عندي صورة فنية، بس نأخذ الضمائر بالأول. محنتها، دلالة الهاء في محنتها، ووحدها الهاء بتعود على القدس. غابوا، المقصود فيها الأهل، ماشي، أو ممكن نحكيها الأهل والعرب بشكل عام. الصورة الفنية صور القدس بفتاة صابرة صامدة، صور القدس، غير أن القدس في محنتها وحدها، لاحظ أنه حكينا وحدها صابرة، صور القدس بالفتاة الصابرة الصامدة. العاطفة في البيت طبعا عاطفة قومية، لأنها بتحكي عن الأهل، بما أنه الأهل إذا بتحكي عن العرب عاطفة قومية. لاحظ في البيت: بث الشاعر الحياة في المكان، نفس اللي أخذناه بالبيت الأول. بث الشاعر الحياة في المكان، جعل القدس إنسان. لاحظ أنه بث المكان الحياة بمعنى أنه جعل القدس إنسان، صامدة، جعلها إنسان صامدة أو إنسانة صامدة تستغيث بمحبيها. دلالة ذلك حكينا تأكيد على استمرار صمودها وثباتها. وأين تكمن قوة صمودها؟ حكينا تكمن في أهلها، أهلها الصامدين اللي مآمنين بقضيتهم، هون تكمن قوة صمود القدس. السؤال إذا مكرر بالبيت الأول والبيت الرابع عشر، لأنه بتحدث عن نفس الموضوع. ولكم ناديت لكن لا صدى، ولكم أسمعت لكن لا جواب. صدى يا شباب معناها رجع الصوت، وهو جمعها أصداء. كم كذلك كم الخبرية، لأنه ما إلها جواب، تفيد التكثير، دلالة على كثرة نداء الملك الحسين للأمم العربية، للدول العربية، لكن صوت ندائه لا صدى له. شرح البيت يا شباب أنه يخاطب الشاعر جلالته: كم حرصت بمواقفك الثابتة، بهم تعرف أنه كان عنده حرص من خلال مواقفه الثابتة على أن ترد كيد الأعداء وتستنهض همم العرب. كان عنده مواقف ثابتة في أن يستنهض همم العرب من خلال مناداته للدول العربية أو أبناء العرب، لكن لم يجد لا صدى ولا صوت ولا جواب لهذا النداء. إذن البيت فيه حرص على مواقف ثابتة للملك حسين. هاي المواقف الثابتة طبعا من خلال طلب المساعدة من العرب، وكان يستنهض همم العرب باستمرار لتخليص القدس من العدو. كلمة ناديت وأسمعت ومنقذ حكيناها سابقا. واحد، مكانة، دلالة على مكانة القدس. اثنين، سعي الملك حسين الدائم في الدفاع عنها. وثالثا، حرصه على توحيد العرب. الصورة الفنية طبعا يا شباب صور الملك حسين، أو دعوة الملك حسين لوحدة العرب، نداء عاليا لا يلقى جوابا. إذن صور دعوة الملك حسين لوحدة العرب بالنداء العالي الذي لا يوجد جواب له، أو لا يلقى جواب من السابعين. يا حبيب القدس يا بيرقها، سوف تلقانا ونلقاها الرحاب. يا حبيب القدس الملك حسين، يا بيرقها، البيرق وهو العلم الكبير، جمعها بيارق، بيرق علم كبير، جمعها البيارق. الرحاب مفردها الرحبة، وهي الأرض الواسعة. الشاعر بيحكي لك في البيت عنده أمل، بلش في أمل. شو بيحكي لنا؟ يخاطب الشاعر جلالة الملك الحسين اللي أحب القدس، بيحكي له: يا بيرقها، شبه وكأنه علم، شبه الملك حسين وكأنه كالعلم. السبب، بسبب مواقفه الثابتة اللي حكينا عنها هون، شبهه بالعلم. السبب، بسبب مواقفه الثابتة في الدفاع عن فلسطين. فبيحكي له أملا بالرجوع إلى القدس، فبيحكي إنه راح تلقانا ونلقاها، هاي الأراضي الواسعة، أراضي القدس، سوف تلقانا ونلقاها، سوف نعود يوما وتلقانا هذه الأراضي القدس وأراضيها، سوف تلقانا ونلقاها. إذا الشاعر بيحكينا، بخاطب الشاعر أهل القدس، شبه الملك حسين، أو يخاطب جلالته الذي أحب القدس، ويقول أنه كالعلم الموجود في بمواقفه الثابتة، أملا بالرجوع إلى القدس التي سوف تلقاه بساحات الأقصى.
لاحظ شباب انه الهاء في عندي نلقانا ونلقاها، بيرقها حكينا، بيرقها تعود على القدس، نلقاها وتلقانا. نشوف الضمائر هون، سوف تلقانا، لاحظ انه النا تعود على الملك حسين والشاعر والابناء الوافدين، كل الوافدين اللي رايحين يدافعوا عن القدس. ونلقى نحن الهاء، الهاء تعود على مين؟ تعود على الرحاب، الهاء اللي هون تعود على الرحاب، بينما تلقانا بتعود على الملك حسين والشاعر والوافدين من العرب. طبعا هون دلالة تكرار يا حبيب القدس، حكينا دلالة على تأكيد علاقة المحبة التي تربط بين جلالة الملك حسين بالقدس، تربط الملك حسين بالقدس. العاطفة عاطفة دينية، لأنه ذكرنا الرحاب، ذكرنا ساحات الأقصى أو ساحات القدس، إذن العاطفة دينية. الصورة الفنية بيرقها شبهها إحسان الملك الحسين بالعلم. سوف تلقانا ونلقاها الرحاب، صور طبعا، شوف الصورة، صور الرحاب الأراضي الواسعة أناس يلاقون أحبتهم، صور الرحاب بأناس يلاقون الشاعر والملك الحسين والوافدين بعد تحرير القدس. وغدا شمل الحمى مجتمع، وغدا للمسجد الأقصى مآب. وغدا، لاحظ كلمة غدا فيها تفاؤل، فيها تفاؤل. شمل الحمى، شمل مجتمع القوم، مكان اجتماع القوم، الحمى الوطن يحميه أهله. مجتمع وغدا للمسجد الأقصى مآب، مآب معناها المرجع، معناها المرجع. شرح البيت، لاحظ أن الشاعر من كلمة غدا متفائل بالمستقبل، بتطلع إلى غد، إلى يوم يجتمع فيه العرب ويعود فيه الأقصى حرا بإذن الله سبحانه وتعالى. يشير إلى البيت، يشير إلى تفاؤل الشاعر بالمستقبل. على ما اعتمد في ذلك؟ اعتمد أولا على همة الهاشميين، ثانيا على وحدة العرب لنصرة القدس وجمع شملهم تحت راية واحدة. إذا على ما اعتمد الشاعر؟ على في تفاؤله، اعتمد في تفاؤله، اعتمد على همة الهاشميين ووحدة العرب. العاطفة بدك تركز لي هون يا مس بالعاطفة، لاحظ انه في عاطفتين مش عاطفة واحدة، في عاطفة قومية وعاطفة دينية. لما احكي لك عن شمل الحمى مجتمع القوم العرب، لاحظ انه بحكي عن عاطفة قومية. لما احكي لك المسجد الاقصى، المسجد الاقصى عاطفة دينية. اذا الشطر الاول لما احكي لك بين العاطفة في وغدا شمل الحمى مجتمع، بتحكي لي العاطفة الموجودة هون هي عاطفة قومية لانه بتحكي عن العرب، بينما غدا للمسجد الأقصى مآبه بتحكينا عن المسجد الأقصى، إذا عاطفة دينية. خصائص الأسلوب الموجودة عندي، لاحظ في صور فنية، في صدق العاطفة، عاطفة الفخر والاعتزاز، تكرار بعض العبارات وكل عبارة إلها دلالة في التكرار، في عندي العواطف الواردة دينية ووطنية وقومية. المعجم والدلالة طبعا شباب، شباب الأسئلة المطروحة بالمعجم والدلالة والفهم والاستيعاب والتحليل والتذوق تم طرحها جميعها، تم طرحها أثناء شرح الأبيات، أثناء شرح هذه الأبيات. أضف إلى معجمك طبعا شباب، بدك ترجع وتحفظ الأبيات، المعاني المفردات، القباب حكينا مفردها قبة، والجباح حكينا مفردها الجبهة، الأهداب مفردها الهد، والروابي الرابية. فرق في المعنى، رسمك الغالي حكينا صورتك، بينما في قول الشاعر لقد طال في الرسم، الرسم هو معناها الأثار الباقية من ديار المحبوبة، يعني الأشياء ما تبقى من ديار المحبوبة. الوشم والكف، حكينا الكف اللي هي عبارة عن الراحة مع الأصابع، وكف الأذى المقصود فيها صرف أو منع الأذى. الأحباء على العهد، حكينا معنى العهد هو الوعد، أما عهد الدولة زمن الدولة الأموية. سؤال بيحكي لك اشتق من الكلمات، مثلا خيمة بنجيبها من الخيمة، أبحر من البحر، واستحجر من الحجر، ذهب من الذهب، وبلور من البلور، وأصحر من الصحراء، وتخشب من الخشب. بإمكانك تجيبها طبعا بسهولة. الفهم والتحليل، لاحظ السؤال الأول، نادت القباب والمحاريب في مطلع القصيدة الملك الحسين، أول ما بلشنا نادت القباب والمحاريب الملك حسين مستغيثة به، ما دلالة القباب والمحاريب؟ كان دلالة دينية بما تمثله من هذه المقدسات من رمز ديني، وقد أعطاها الهاشميون الرعاية والعناية. عبر الشاعر عن مكانة القدس الرفيعة عند الملك حسين بن طلال، ومكانة الحسين عند أهلها. لاحظ أنه ذكرنا في البيت الثاني، في البيت الحادي أو الرابع عشر،
الإجابة حكيناها إنه حظية القدس، حكيت لك بدك تحفظ لي حظية القدس بمكانة رفيعة عند الحسين، تعهدها بالرعاية والاهتمام. بعد ذلك شرحنا البيت إنها قرة عينه وهي كالوشم وهي كالخضام. البيت اللي بعده لما حكينا والأحباء على العهد، حكينا إنه أهلها يبادلونه هذا الحب والعهد. حكينا شباب حفظ بالحرف الواحد، بدك تحفظ الأسئلة حفظ نص حرفي. الأحباء على العهد، من هم الأحباء؟ حكينا هم أهل القدس، العهد الذي قطعوه الوفاء والانتماء لبني هاشم ورفض الخنوع للعدو الغاضب. في قول الشاعر وهم الأهل، من المقصود بالأهل؟ حكينا الأهل أو من الفارس الملك الحسين. الأهل هم أهل القدس، أسرج المهر دلالة على الفروسية والقيادة، يطوعك الركاب دلالة على تأييد أهل القدس لجلالة الملك الحسين. حكينا أنه في البيت السابع والثامن والتاسع إشارة إلى أن أرض أن القدس أرض البطولة والشهادة. وضح ذلك، حكينا أنه ذكر تضحيات الشهداء في سبيل فلسطين، حكينا أنهم هم الأبطال، وحكينا أنها رمز ديني وتفتخر شعابها وجبالها وهضابها وروابيها بهؤلاء الأبطال. بعد ذلك تحدثنا عن شعر عن تضحيات الجيش العربي، تضحيات الجيش العربي في بيتين هما العاشر والحادي عشر. ذكرناه إذن هما في البيتان العاشر والحادي عشر. اذكر صور هذه التضحيات، طبعا التضحيات ممكن تجيبها من عندك، لكن أنا بفضل تحفظ الإجابة النموذجية، بفضل أنك تحفظ لي إياها معارك القدس ومعركة باب الواد وهكذا. ما الانطباع الذي تخرج به عن الجيش العربي عندما تقف على تضحياته في فداء القدس؟ الإجابة النموذجية طبعا مكتوب يترك للطالب، لكن الإجابة النموذجية الدور العظيم الذي يطلع به الجيش العربي في تحرير أو كفاءته في التفاني والشجاعة من أجل تحرير الأقصى. بدأ الشاعر متفائلا بالمستقبل على ما اعتمد في ذلك، شيل لي في رأيك، في رأيك ما بتلزمني طبعا شباب. السؤال، بدأ الشاعر متفائلا بالمستقبل، وضح ذلك، اعتمد على همة الهاشميين ووحدة العرب في جمع شملهم. ما بدي في رأيك، بدك تكون حافظ الإجابة. هات من النص ما يتوافق مع قول الشاعر، حكينا كلمة باب تلقائي بنجيبها وعلى باب العلا كم من يد. أشار الشاعر إلى غياب الوحدة العربية، ما الطريق إلى تحقيقها في رأيك؟ والله يا مسعد في رأيك خلي إلك، أنت بتجاوب لحالك في رأيك، ممكن تكتب فيه موضوع تعبير. استخدم الشاعر كلمات وعبارات مثل منقذ وناديت وأسمعت، ما دلالتها في خطاب الملك الحسين؟ دلالتها يا شباب حكينا مكانة القدس عند الملك الحسين وسعيه الدائم في الدفاع عنها وحرصه على توحيد العرب من أجلها. بث الشاعر الحياة في المكان، حكينا بثها من خلال عدة أبيات. ظهر ما دلالة بعث الشاعر الحياة في القدس؟ تأكيدا على استمرار صمودها وثباتها. أين تكمن قوة صمودها؟ ما بدنا في رأيك، كمان بنشيل في رأيك تكمن قوة صمودها في أهلها وإيمانهم. لاحظ أنه جميع الأسئلة تم طرحها أثناء الشرح. ما أهم الأخطار التي تعرض لها المقدسات في بيت المقدس من عندك يا مس؟ الاعتداء على المسجد الأقصى، الاعتداء على الآثار، بإمكانك تجاوبها. ما واجب الأمة العربية تجاه القدس؟ طبعا في واجب كتير عظيم من خلال أنه توحيد الصفوف العربية، تكاتفها وإبراز القضية الفلسطينية، طبعا يترك للطالب. ما المعاني التي تثيرها لفظة القدس في نفسك؟ بيترك للطالب، بس ممكن تجاوب الأرض المطهرة المباركة بيت المقدس. مع ذلك احفظ السؤال يا شباب، مع ذلك احفظ السؤال. معاني القدس، الأرض المطهرة والمباركة وبيت المقدس وعاصمة دولة فلسطين. التذوق الجمالي يا شباب، الصورة الفنية في نادت القباب والمحاريب، القباب والمحاريب نادتك القباب والمحاريب، خطأ إملائي. صور الشاعر المحاريب والقباب بمحبوبة تنادي على الملك الحسين بن طلال. والهوى بعد شبابه، حكينا صور حب أهل القدس بالشباب القوي. رسمك الغالي على أهدابهم، صور الملك بالعلم أو بالراية على أهداب أهل القدس. على باب العلا كم من يد حرة، صور العلا بالباب وأيدي الشهداء تدق على هذا الباب. دلالة ما تحته خط، قرة عين دلالة على اللي حكينا على أنها مبعث السرور والرضا والطمأنينة. للكف الخضاب دلالة على ثبات العلاقة بين الملك حسين والقدس. رسمك الغالي على أهدابهم راية، واسمك سيف وكتاب، سيف دلالة على القوة، وكتاب حكينا دلالة على الحنكة. وردة فاحة دلالة على الشهيد، وبحر هائج جمع كبير ثائر، الجباه السمر الجيش العربي. تم شرح دلالاتها أثناء
التطرق إلى الأبيات، أو أثناء الحديث عن الأبيات، شرح الأبيات. يا حبيب القدس مع والجباه السمر، دلالة تكرار يا حبيب القدس دلالة على تأكيد علاقة المحبة اللي بتربط القدس مع الملك حسين، والجباه السمر دلالة على تأكيد دور التضحيات التي قام بها، أو تأكيد دور الجيش العربي وتضحياته على أرض فلسطين. السؤال الأخير شباب، برزت العواطف الدينية والقومية والوطنية، بهمني تعرف إنه وين العاطفة الدينية، وين القومية، وين الوطنية. مثلا العاطفة الدينية عند كلمة القباب والمحاريب، العاطفة الدينية كذلك في كلمة الرحاب والمسجد الأقصى، الأبيات هاي بتدل على العاطفة الدينية. العاطفة الوطنية لما حكينا عن الملك حسين، لما حكينا مثلا يا فارسهم، لما حكينا عن المنقذ، لما حكينا عن الأبطال الشهداء، هاي جميعها عاطفة وطنية. العاطفة القومية لما حكينا عن الملايين العرب، لما حكينا عن جباه السمر، أي بيت فيه جباه السمر إذا عاطفة قومية. غدا شمل الحمى، لاحظ أنه كذلك عاطفة قومية. الأهل غابوا، كذلك عاطفة قومية. هيك شباب بنكون خلصنا شرح قصيدة رسالة من باب العمود، إن شاء الله يكون واضح بالنسبة لكم. ارجع اقرأها، حاول تحفظ شرح الأبيات أو تفهم شرح الأبيات. مع أمنياتي للجميع بالتوفيق، ودمتم بالصحة وعافية.